خطف فيروس كورونا أرواح العديدين والأحياء منا تغيرت حياتهم ولم تسنح لهم الفرصة للشعور بالسعادة المعتادة بسبب غياب الطقوس والعادات المتبعة سواء في رمضان أو حتى في أيام عيد الفطر، لكن يبدو أن الواقع مغاير تماما بشكل وجد كثيرون فيه مفارقة صادمة. ففي ووهان التي تعد منبع وبؤرة تفشي كورونا، تفاخرت المدينة بإعلان عودتها للحياة في منشور لحساب خاص بمركز السياحة الذي غرد معلنا عن عودة استقبال السياح فيها قريبا مع صورة براقة للمدينة. الصورة التي تتحدث عن نفسها جاء فيها التالي: غبنا عنكم الربيع لكن سنلتقي لحسن الحظ مطلع الصيف. هذه التغريدة هي الأولى على هذا الحساب من 4 أشهر بالمناسبة، وآخر التغريدات كانت مطلع أزمة كورونا.